طيب حلينا المثال الاول، طلعنا هذا 1500، ال 1500 كانت لاين، بس احنا عارفين ان الكونكشن هون كانت ستار، فحولنا اللاين لفيز. صار عندي ال V فيز. ال A هي بتساعدني احول من V فيز ل V فيز. هذا ستيب داون، اذا ايش بدي اعمل بالرقم؟ اقسمه 4 ولا اضربه في 4؟ ما دامه ستيب داون بقسمه 4، فبصير عندي رقم اصغر هون. لما قسمته على 4 اعطاني 216. اول شيء حولنا من 1500 لفيز فولتج، فال 1500 كانت لاين فولتج، حولناها لفيز فولتج صارت 866. ما قسمنا على 2، قديش قسمنا حتى نحول جذر الثلاثة؟ لانه في زوايا بينهم مش قسمة على 2. لما طلعنا هاي نسبة هاي الفولتج لهذا الفولتج بهاي الحالة هو 4، 4 على 1 مش 1 ل 4 لانها ستيب داون، فصارت هاي قسمتها على 4 اعطتني الفيز فولتج تبع السكندري، بس السكندري مشبوك ستار، اذا الفيز فولتج لا يساوي اللاين فولتج، مش هيك؟ حتى احوله من فيز فولتج للاين فولتج بايش بدي اضرب؟ بجذر الثلاثة اعطاني هذا الرقم. ولما بقول لك اعطيني الفولتج تبع السكندري ضمنيا عمالي بطلب منك اي فولتج، اللاين ولا الفيز؟ اللاين. فانت بدك تشوف شو الكونكشن اللي موجود. رح يختلف هلا الوضع انه هون. هون ايش؟ السكندري، اللاين فولتج والفيز فولتج متساويين. طيب خلينا نكمل البرايمر، الكرنت، الكرنت والفولتج، شو العلاقة بين الكرنت والفولتج واس ريتد؟ لاحظوا هون فيش باور فاكتور، فاس ريتد بيساوي جذر الثلاثة في لاين اي لاين. أنا عارف في لاين مش هيك على البرايمري، وعارف اس ريتد، ولاحظوا اس ريتد للبرايمري بتساوي اس ريتد للسكندري. حط هذا القانون، هي هون نحط هاي الكلمة مهمة. اس على اعتبار انه الترانسفورمر عندي ان ايديا. ايديال ترانسفورمر حتى لو في لوسز احنا بنتجاوز الهاي وبنعتبر انه الاس ريت نعم 500 ايش هي عفوا؟ تمام 500 كي في اي حتى بحاله لما يكون في عندي لوسز رح اضل افترض انه اس ريت برايمري بتساوي اس ريت سكندري. اذا هون عندي هاي برايمري بتساوي اس ريت سكندري، بس اس ريت برايمري قديش عندنا هون؟ 500 كي في اي تمام؟ اذا هي عارفين احنا هاي 500 كي في اي. هلا بنيجي هون عندي اي برايمري، فراح يصير عندي في برايمري لاين، اي برايمري لاين في جذر الثلاثه لازم تساوي 500 كي في اي، فبصير عندي بالحاله هاي 500 كي في اي، 500 تايمز 10 تو ذا 3 بتساوي جذر الثلاثه في 1500 في اي لاين برايمري. اذا اي لاين برايمري بتساوي 500 كي على جذر الثلاثه في 1500. اعطوني بالله الرقم هذا 192.5 اذا هون الان بامكاني اعوض 192.5. والسكندري نفس الشيء بسوي نفس العملية، راح اخذ بس هون 374، فبصير عندي هون في حالة السكندري لازم تطلع نفس الرقم. نعم فرض تطلع نفس الرقم حق الستار. اي رقم؟ هو ال 192.5. لا انتبه الفولتج اختلف، الفولتج بالنسبة نزل بنسبة قديش؟ 1500 ل 374 نسبة قديش نزل؟ نسبة 4. إذا الفولتج نزل بنسبة 4 ايش لازم يصير بالكرنت حتى يضل نفس الاس ريت؟ الفولتج نزل بنسبة 4 لازم يرتفع بنسبة 4. بس احنا حطينا بحالة ستار انه ال الاي عند البرايمري تساوي اي فيز. صحيح صحيح. طب انت شو تسوي؟ الكرنت مش مفهوم تساوي بحالة ستار؟ الكرنت الفيز كرنت؟ اه الفيز ولا بس مش السكندري والبرايمري. جذر الثلاثة، إذا عندي هون جذر الثلاثة، قديش الفولتج تبع السكندري؟ 374، وعندي اي لاين سكندري، إذا اي لاين سكندري بيساوي 500,000 على جذر الثلاثة ب 374، قديش تطلع يا مشايخ؟ 771.71 فصل السنة. قول 772 أمبير. شوفوا بتلاحظوا هون ما دام الإس برايمري بتساوي الاس سكندري، اذا حاصل ضرب الفولتج برايمري في الاي برايمري في جذر الثلاثه بده يساوي الفولتج سكندري في الاي سكندري في جذر الثلاثه. ايش صار بالفولتج؟ نزل بقديش النسبه اللي نزل فيها الفولتج؟
حتضل حاصل ضربهم كونستنت، ايش لازم يصير في الكرنت؟ زيد بزيد مقدار 4. فلو ضربت 192 في 4 تقريبا شو بتعطيك؟ 192. كان في عندنا خطا احنا في الكسور او شيء زي هيك، 192 المفروض يعطيني اعطانا 762 700 ففي اختلاف في كسر عندنا هون، في خطا بسيط بالكسور، بس هي بشكل عام هاي نزلت ب 4 وهي زادت مقدار 4. ناخذ الحاله الثانيه. الحاله الثانيه هون ايش عندنا؟ ستار عندي ستار وعندي هون دلتا. خلينا نطلع على لو كان لما تكون ستار دلتا البرايمري فولتج قديش قلنا؟ 1500 هذا لاين، والسكندري عندي هون الكونكشن تبعته دلتا. هلا 1500 فولت قديش الفيز فولتج ما دامها ستار كونكتد؟ راح تكون 1500 على 1500 على جذر الثلاثة بتعطيني 866، فراح تكون هون 866. بس 866 ايش راح يصير فيها لما تيجي هون؟ بأي نسبة راح تتغير من كويل لكويل من فيز لفيز؟ أربعة مش هيك مضبوط؟ إذا 866 على 4 راح تعطيني هون 216. ال 216 هون فيز ولا لاين؟ فيز وكمان؟ لاين وكمان لاين. إذا في لاين هون راح تكون بالحالة هاي في سكندري راح تكون 216 فولت، في برايمري ظلت 1500. تمام واضح؟ هلا نعم كيف السكندري؟ السكندري مشينا بالخطوات نفسها اللي مشينا فيها هون، بس شو اختلف حالة هذا عن حالة هذا؟ ايش الاختلاف الوحيد بين هاي الحالة وهاي الحالة؟ انه السكندري ايش؟ دلتا. في حالة الدلتا شو العلاقة بين الفي لاين والفي فيز؟ متساويين. فآخر خطوة ما بعملها آخر خطوة اللي بضرب بجذر الثلاثة عشان أطلع اللاين، عشان أطلع اللاين هو نفسه الفيز بضربه بواحد ما بضربه بجذر الثلاثة. فال 216 هون ما ظلت 216 هون، بس هون ظلت 216. طيب اسالكم سؤال سريع بدون ما نعيد الحسابات، اذا انا عندي هاي 1500 هون في برايمري والاس ريتد لهذا هو نفس الاس ريتد لهذا، ايش لازم يكون الكرنت تبع البرايمري هون؟ نفس ال 192. ما في حاجه اعيد حسابه ها؟ اي برايمري يساوي 192 امبير. لكن هون اختلف عندي هذا الرقم عن هذا الرقم مش هيك؟ اذا هون بدي ارجع احسب، بدي اقول لحالة هذا هيدا بدنا نحسبها هون، عندي 500 كي في اي او 500,000 بتساوي جذر الثلاثة قديش الفولتج؟ 216 واي سكندري، فبصير عندي اي سكندري بيساوي 500,000 على جذر الثلاثة في 216 قديش بيطلع؟ 1330 36. فهون عندي اي سكندري يساوي 1330 36. تمام اوكي واضح الحاله هاي.